أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام. شركات الإعلان اعتادت كل سنة خاصة في شهر رمضان الكريم إن هي بتنزل بمجموعة مختلفة ومنوعة من الإعلانات معتمدة بشكل أو بآخر على نسب المشاهدة العالية والمرتفعة للقنوات التلفزيونية المختلفة في شهر رمضان، ولكن حقيقة إعلانات السنة دي على وجه الخصوص أثارت جدلا واسعا، لأن الحقيقة بتحمل تجاوزات عدة، بتحمل إيحاءات وتلميحات غير مقبولة خارج الإطار السليم والمتعارف عليه واللي بيتوافق أو بيتفق مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وهويتنا المصرية والعربية بشكل كبير. المجلس القومي للأمومة والطفولة طالب بوقف هذه الإعلانات المخالفة لحقوق الطفل. يمكن عدد كمان كبير من هذه الإعلانات تم الاستعانة فيها بالأطفال، وده طبعا كان شيء كان له تداعيات السلبية الخطيرة واللي لاقى ردود أفعال مستنكرة وغاضبة إذا يعني الاستعانة والاعتماد على الأطفال في مثل هذه الإعلانات اللي حقيقة لا تليق بمجتمعنا وبثقافتنا المصرية. نتوقف مع هذه الفقرة بالرأي والتحليل، وحقيقة معنا في استوديو هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة دكتورة رندا فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي لمنع الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل. دكتورة رندا صباح الخير. صباح. كل سنة وحضرتك طيبة. طيب بالصحة والسلامة وشعب مصر كلهم بخير. ربنا يخليك. أشكرك جزيلا. وبتتابع الإعلانات دي إزاي وشايفة مدى تأثيرها السلبي خاصة على الأطفال؟ هو الحقيقة أنا ما كنتش بتابعها الأول، وبعدين لما سمعت عن الجدل ابتديت أشوف إيه اللي بيحصل ده. فصدمت، يعني أنا شفتها يمكن خلال الأسبوع اللي فات. يعني أنا ما كنتش متخيلة كم يعني ده بتدعو للتحرش، بتدعو للإسفاف، بتدعو إن إحنا نستخدم الأطفال، مش بس الأطفال والمرأة. يعني إحنا كنا واخدين على استخدام المرأة في الإعلان، لكن إن إحنا نستخدم الأطفال كمان دي يعني منحنى خطير بقى تاني. يعني احنا نبتدي يعني بتأتينا للمرأة، كنا بنبتدي نقول يا جماعة خلاص نبتدي نقلل من استخدام المرأة في الإعلانات وإن ما يصحش وإن ده نوع من الإهانة للمرأة، هنبتدي نهين الأطفال كمان. يعني إن يكون الطفل هو بطل هذه الإعلانات اللي بتعتمد بشكل كبير وبشكل رئيسي على الإسفاف والإيحاءات الجنسية والتلميحات غير المقبولة. يعني طبعا يعني إعلان لأن أنا أستخدم ثلاث أطفال بيدعوا بيتحرشوا بطفلة، يعني حاجة كانت غريبة جدا. يعني أنا صدمت لما شفت الإعلان، وده واحد منهم غير بقية الإعلانات. ففعلا أنا يعني أنا مش متخيلة إن إن الفكر بتاعنا وصل لهذا الشكل. وأنا بشكر المجلس القومي للطفولة والأمومة إنه خد خطوة، بس إحنا فعلا إن الثقافة وصلت عندنا لهذا الشكل، هي دي صدمة للواحد مصدوم فيها يعني. بس أنا مش مستغرباها قوي في وسط التغير الأخلاقي اللي احنا عمالين نمر بيه. يعني احنا حاجات كتيرة قوي أساسا من بداية رمضان وإحنا عمالين نسمع عن الإعلانات، يعني الجهاز حماية المستهلك عمال يعترض عليها بسبب الانحطاط الخلقي اللي جاي في الإعلانات اللي احنا متعودناش عليه. صحيح، ما تعودناش على ان احنا نقابل هذا الكم من الـ الـ
الصدمة الأخلاقية اللي بنمر بيها. هي صدمة أخلاقية، تجاوز غير مقبول، ولكن حقيقة يعني هو التجاوز مرفوض في كل الأحوال وفي كل الأوقات. ولكن لما يكون التجاوز ده في شهر رمضان الكريم ما يبقاش فيه احترام لقدسية وحرمة هذا الشهر الكريم والمبارك، ده كمان شيء يعني أعتقد صعب جدا يعني. بس هو ده تداعي، معلش، هو ده التسلسل الطبيعي، ان احنا سكتنا على المسلسلات والافلام اللي كانت بتتقدم في شهر رمضان. ما هي دي كانت البدايه، المسلسلات اللي بقالنا كام سنه فيها تدني. فالطبيعي ان هو ابتدينا بالمسلسلات. في العموم ان حتى ما بقى فيه تجاوز، التجاوز بيزيد في شهر رمضان من خلال المسلسلات، الاعلانات، ايا كان يعني. ما احنا سكتنا على المسلسلات، طيب ما سكتوا بقى على المسلسلات، طيب بقى دي كمان الاعلانات. احنا دلوقتي بقى كم الاعلانات اللي بنشوفه اكتر من الفتره اللي فيها المسلسل نفسه يعني. صحيح. يعني هو اصبح هي فتره مسلسل بيتخللها جزء، فتره اعلانات بيتخللها جزء من المسلسل يعني. طيب المفروض المسؤول في مصر عن متابعة أو تقييم هذه الإعلانات أعتقد جهاز حماية المستهلك. جهاز حماية المستهلك وطبعا الرقابة على الإعلانات، على يعني الحاجات يعني الفنية دي. المفروض في الحالة اللي احنا فيها دي مع هذه النوعية من الإعلانات، جهاز حماية المستهلك بيتلقى الشكاوى وبيتقدم ببلاغ للنيابة، ولا هو دوره حتى لو ما جاتلوش شكوى بعينها هو دوره ومسؤول إن هو يتقدم ببلاغ للنيابة ويتم التحقيق يعني مع المتجاوز أو المتسبب في هذه النوعية من الإعلانات؟ طبعا من حقه إن هو يتوجه، لأن ده هو بيحمي المستهلك، ده دوره. هو مش مفروض ان هو يستنى شكوى، هو لو لقى حاجه مخالفه المفروض ان هو يتقدم بشكوى. يعني دوره ان هو يتقدم بشكوى، مش لازم حد يعني لا يتقدم بشكوى. المفروض ان هو مش المفروض ان هو يستنى الشكوى. وبعدين احنا كشعب يعني اعتقد احنا كمان ما بنسكتش يعني. في خلال الفتره اللي فاتت دي ناس كتيره قوي اعترضت على الاعلانات وتقدمت بشكاوي، والجهاز في نفس الوقت تحرك، والمجلس القومي للطفوله والامومه تحرك، والمجلس القومي للمراه تحرك برضو عشان اعلانات اللي بتستخدم المراه في الاعلانات. صحيح. طب ده يخلينا ان احنا نقول انه مش المفروض ان هذه النوعيه من الاعلانات يعني تترك للفوضى او العشوائيه، من المفترض ان يكون في ضوابط وتكون في معايير بتحكم هذه النوعيه من الاعلانات، لان الاعلان في النهايه مش بيقدم خدمة أو سلعة بس، هو بيقدم قيم بتؤثر بشكل أو بآخر سواء بالإيجاب أو بالسلب على المجتمع، بدليل ردود الأفعال المختلفة حقيقة من الإعلانات للأسف اللي كان فيها نوع كبير جدا من التجاوز في شهر رمضان. ده أكيد. أنا المفروض أن أنا بقدم رسالة يعني من خلال الإعلان، أنا المفروض أستفيد أقدم رسالة يعني. كان في إعلان قريب قوي كان يمكن على صفحات التواصل الاجتماعي، كانوا منزلين اعلان جميل جدا عن ساعه. الاعلان كان كل الرساله اللي فيه ان طلبه في جامعه بيقدموا هديه ساعه لاستاذ الجامعه بتاعه. الاعلان كله قايم على ايه؟ ان هم في خلال حصه الجامعه او في خلال اليوم الدراسي سقفوا وعملوا بالإقلام بتاعتهم صوت كده بلحن موسيقي، وبعدين فهم لفتوا نظروا ان هو كان بيكتب حاجة، فلفتوا نظروا وحطين له علبة، ففتح العلبة، العلبة على شكل كتاب، فتح العلبة لقى جواها ساعة هدية جايبينها له في عيد ميلاده، الساعة دي هي الإعلان بس. فشوفي جمال الإعلان، إعلان هندي يعني. أحيانا كمان في بعض الأحيان بتكون الإعلانات تأثيرها أقوى وأكبر من المسلسلات على الجمهور. بالظبط. الإعلان بسبب تكرارها، وزي ما بيتقال إن هي اليوم بيبقى كله إعلانات والفواصل هي اللي بتبقى مسلسلات يعني. بالظبط. هو الإعلان فيه رسالة الزمنية القصيرة مع تكرارها، وإن هي كل شوية بتتذاع على أكتر من قناة فضائية.